رجعنا لكم بعد الفاصل نتابع فقرات برنامج سيدتي، ودائما عندنا المنوع والمفيد وايضا الشيء اللي يبعث الامل وهو دعم الرجل للمراه. زايد الاهتمام على المستوى العالمي والمحلي بالدور اللي يلعبه الرجل في العمل التطوعي الخيري من منطلق رغبتهم في المشاركه في المسؤوليات الاجتماعيه المشتركه بين الرجل والمراه. في فقرتنا هذه راح نكون مع ضيف جدا رائع نناقش مشاركته في حملة سرطان الثدي ودور الرجل في دعم المرأة في هذه الحملات. ضيفي في الاستوديو الأستاذ بندر البريدي، ناشط اجتماعي بالعمل التطوعي. نرحب فيه مع بعض، يسعد مساك. الله يعطيك العافية، يسعد مساك، حياك الله أختي مرأة. أكيد سعداء بوجودك معنا، وخاصة أنك أنت داعم للمرأة ولحملة سرطان الثدي. قبل كل شيء أبي أعرف الميادين اللي يكون فيها رجل موجود في عمله التطوعي، إيش هي الميادين بالضبط وليش اخترتوا الحملات التطوعية هذه؟ هو شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الرجل يتواجد يعني في جميع الأعمال التطوعية اللي يعني تكون سهلة وبسيطة عليه وما يكون فيها جهد شاق يعني بالنسبة للرجل في العمل التطوعي. من مبدأ يعني وتعاون على البر والتقوى، الرجل يعني يحب انه يساعد يعني جميع شرائح المجتمع او جميع الفئات المجتمع اللي تحتاج منه المد يد العون، ويكون يعني متطوع ويعمل اشياء يعني تفيده في حياته وتنمي من قدراته ومهاراته بالنسبه للعمل التطوعي وتزيد من ثقته في نفسه. حسيت انه لما تسوون حملات تطوعيه في مجال سرطان الثدي هالشيء راح يكون داعم كبير للمراه في انها تكون اقوى؟ طبعا الرجل مكمل للمرأة طبعا، ودعمه للمرأة في حملات سرطان الثدي له تأثير إيجابي قوي بالنسبة لدعم لها، لأنه يعني كل بيت لازم يكون فيه رجل يعني ويكون عند أهل وعائلة، فدعم الرجل لهذه الحملات وتوجيه أهله وخواته أنهم يعرفوا عن هذه المبادرات عن هذه الحملات اللي تخص سرطان الثدي تخص المرأة، يجب عليه أن يوجههم ويعطيهم النصائح بما أنه يعني هو يعني يطلع على هذه الحملات أو أنه شارك فيها أو أنه أخذ معلومات عن سرطان الثدي، فبدور يعني كرجل أنه يدعمهم معنويا ونفسيا ويوجههم ويعطيهم معلومات مثلا عن سرطان الثدي إذا كانوا هم ينقصهم هذه المعلومات. كونك أنت ناشط اجتماعي في مجال العمل التطوعي أكيد عندك يعني حملات كثيرة راح نتكلم عنها بعدين، بس بعرف يعني أنت لما سويت هذه الحملة وترأستها كان في نسبة كبيرة من الرجال اللي المتطوعين في الحملة هذه؟ الحمد لله يعني نسبة الرجال كثيرة في الحملات اللي تخص المرأة سرطان الثدي، لأنهم هم الوقود لهذه الحملة، لأن توجههم مشاركتهم ولبسهم يعني لما يكون مثلا لابسين تيشيرتات تعكس الحملة وتواجدهم معنا ومشاركتهم باللافتات والعبارات تكون دافع قوي وتشجيع وثقتهم في نفسهم أنه يدعمون المرأة في هذه الحملات. بالعكس يعني الحمد لله كان تواجد الرجال في اكثر من حمله سويناها ما شاء الله، يعني عدد يعني صار في تغيير، يعني وجود الرجل احد التغيير كبير، يعني لو ما كان الرجل مثلا موجود في هذه الحملات ما راح يتاثر الموضوع؟ مو بتاثر بس انه مكمل له. هو عمل حملات سرطان الثدي يعني تخص المراه، بس وجود الرجل ونشرها عن طريقه وعن طريق اصدقائه واهله ومشاركته في هذه الحملات، خاصه اذا كانوا مثلا من الناس الناشطين في العمل التطوعي او كانوا رجال اعمال او ممثلين او فنانين، الناس بتلتفت على هذا وش قاعد يسوي وش قاعد يقول، فهو قاعد يدعم المرأة. فبعض الرجال ما يعرف وش سرطان الثدي وما يدري، بعض الناس ما يدرون، فلما الشخص هذا يطلع ويتواجد في الميادين ويتكلم عن سرطان الثدي وعن الحملات اللي تخص سرطان الثدي بالنسبة للمرأة، فهو قاعد جالس يدعمها معنويا نفسيا ولوجستيا، عشان الناس لو كان مثلا فنان مشهور والله طال الفنان الفلاني طلع وكان معه لافتات كان لابس تيشيرت عن يدعم المرأة والله فنان يدعم، فالناس تتكلم عن سرطان الثدي ويعرفوا ايش صاير، خاصة حلو. إذا كان شهر أكتوبر اللي هو شهر التوعية بسرطان الثدي. كان عنوان حملتكم طمنينا عنك أنت في أعيننا. طمنينا عنك أنت في أعيننا، اللي هو مثلا لو أنا قلت طمنينا عنك أنت في أعيننا، اللي هي مثلا الأم الأخت الزوجة، لكل شخص يقول طمنينا عنك أنت في أعيننا، فلا بد أنه يكون فتح قد هذه الكلمة ومفتحة مطلع تماما على تفاصيل هالموضوع. إيش الحملات الثانية اللي أنتم قدمتوها في سرطان الثدي أو في أي مجال في مجالاتكم التطوعية؟ طبعا حملات كثيرة، طبعا أخذتها اللي كانت في شهر الحجة اللي هو سقيا يوم عرفة، سقيا الحجاج، سقيا ماء اللي ترحم على الشهداء اللي توفوا في الأشياء اللي صارت في الدولة أو خارج الدولة،
حملات تهم ذوي الإعاقة، الأيتام، الكفيفين، السجناء وأهاليهم وأسرهم، الأطفال يعني اللي يحتاجون نسوي لهم فعاليات وبرامج، نعم. المسنين، زيادة المسنين، زيادة المستشفيات، فكثير من الحملات اللي دائما احنا نكون متواجدين فيها. جميل، احنا ودنا بان نكون معك في وقت اطول من كذا، لانه اكيد عندك معلومات كثير مهمه لكل مراه تعاني من سرطان الثدي. طبعا كان معنا مشاهدينا الاستاذ بندر البريدي، ناشط اجتماعي بالعمل التطوعي. قبل ما نختم معه، نبي منك تكتب لنا شيء في شجره الامل لكل مراه مصابه بسرطان الثدي. ايش رساله الامل اللي ممكن تكتبها لها؟ فتفضل. طيب قومي. بسم الله. على هذا الشريط تفضل استاذ، تقول لنا رساله شفهيه. واكيد يعني كنت انت موجود ومنور معنا ومشاهدينا الان في اثناء كتابته للرساله. احنا راح نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. في سيدتي بعد الفاصل. مدربة اللياقة نجلاء بخاري في سيدتي. الرياضة تغيير أسلوب حياة وليست بالضرورة لإنقاص الوزن، و50% من السيدات لا يكملن المشوار.